اشتقت ليالي الخميس من أول كل شهر لصوت الست. على مدى 40 عام ضلت على الوعد وضل صوتها للمصريين ولكل العرب. ما حدا كان بيتخيل فاطمة البنت الريفية ابنة الشيخ إبراهيم البلتاجي إمام الجامع إنها تصير بيوم من الأيام كوكب الشرق. وعام 1921 شهدت القاهرة ولادة مطربة صارت أسطورة من الأساطير. تعاونت الست مع الشاعر أحمد رامي والملحن رياض السنباطي بأغلب أعمالها. رحلت كوكب الشرق عن عالمنا ورافق الملايين بالوداع الأخير للفن اللي غنت له انت عمري.